الغايه من الاف بي اي؟ هل ايش عملناها؟ من الغايه من الاف بي اي هي قصه علاش عملنا الممثل هذا وعلاش عملنا الاف بي اي؟ علاش؟ شنو هي الهدف؟ شنو هي رسالتك؟ ابو نوصل العالميه، كنا مع اسرائيل تو نحكيو على الاف بي اي امريكي، غدو تو نعملوا على السي اي اي. حبوش السهره أو إجابتك باش يكونوا هكا؟ لا لا، أنا كنت نجاوب فيك، عاد قلت لك أنت سألني سؤال ما حبش تخليني نجاوب. قلت لك شنو هي الغاية؟ هاني ما مخليك تجاوب. قبل الغاية. ولا مخليك تجاوب. قبل الغاية. الجواب نتاعي على موضوع أنه تطبيع مع الإرهاب، اللي يتفرج على الكاميرا الخفية على الحلقات الكل، ويشوف أنه فيه تطبيع مع الإرهاب، أنا رأى أنه هو مطبع مع الجهل. لأنه إحنا الطريقة اللي قدمناها نتاع الإرهابي هذايا طريقة